لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل مسيرتنا مع أحاديث الترغيب والترهيب، ولازلنا في كتاب الجهاد. قال الإمام المنذري رحمه الله: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهداء المتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون في الطاعون، فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم. رواه النسائي وحسنه الألباني. قال: وعن عتبة ابن عبد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، يعني يوم القيامة، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقال: انظروا، فإن كانت جراحتهم كجراح الشهداء تسيل دما كريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به، ويشهد له الحديث السابق. هذه الخصومة إنما تكون بين الذين ماتوا على فرشهم والذين يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون. الشهداء أي الذين قتلوا في ساحة المعركة، في ساحة القتال، والمتوفون على فرشهم يختصمون مع الشهداء في الذين يتوفون في الطاعون. عندنا أناس قتلوا في ساحة القتال، وعندنا من ماتوا على الفرش. طيب، الذين ماتوا بالطاعون يلحقون بأي قسم؟ لذا كانت هذه الخصومة بين الشهداء والمتوفون على الفرش. يقول: يختصم الشهداء. ونقول أولا: الاختصام هو تجاذب الأقوال وأن يرد بعضهم على بعض بالحجة. الاختصام تجاذب الأقوال وأن يرد بعضهم على بعض بالحجة. يختصم الشهداء، إذن يتكلم الشهداء ويتناقش ويتجادل الشهداء مع المتوفون على فرشهم. في من؟ في الذين يتوفون في الطاعون، أي الذين ماتوا بسبب الطاعون. فيقول الشهداء، يعني عن الذين ماتوا بالطاعون: قتلوا كما قتلنا. قد سبقت معنا الأحاديث التي تبين ثواب الذين ماتوا بالطاعون، فالطاعون شهادة كما في حديث البخاري، وفناء هذه الأمة بالطعن والطاعون. الطعن أي في سبيل الله في القتال، والطاعون المرض المعروف. يقول: فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا، يعني هؤلاء الذين ماتوا بالطاعون قتلوا بهذا المرض، فيريدون إلحاقهم بالشهداء. ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا، يعني كأنهم مثلنا في الدرجة. قال: فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم، جراح الذين ماتوا بالإيه؟ بالطاعون، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم. يقول: فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم. يسأل سائل ويقول: هل الذين ماتوا على الفرش لا يريدون الخير للذين ماتوا في الطاعون؟
هل الذين ماتوا على فرشهم لا يريدون الخير للذين ماتوا في الطاعون؟ طيب كيف توجه الحديث؟ يقولون إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا، فكيف يفهم ذلك؟ قال الإمام السندي رحمه الله: لا شك أن مقصود الشهداء بذلك الحاق المطعون معهم ورفع درجته إلى درجاتهم. يبقى الشهداء عايزين يرفعوا درجة مين؟ الذين ماتوا بالطاعون، لتكون معهم أو على نفس درجاتهم. وأما الأموات على الفرش فلعله ليس مقصودهم أصالة ألا ترفع درجة المطعون إلى درجات الشهداء، فإن ذلك حسد مذموم وهو منزوع عن القلوب في تلك الدار، يعني في الجنة أو في الآخرة. تاني: وأما الأموات على الفرش فلعله ليس مقصودهم أصالة ألا ترفع درجة المطعون إلى درجات الشهداء، ألا ترفع درجة المطعون إلى درجات الشهداء، فإن ذلك حسد مذموم وهو منزوع عن القلوب في تلك الدار. طب إيه بقى مرادهم؟ يجيب فيقول: وإنما مرادهم أن ينالوا درجات الشهداء كما نال المطعون مع موته على الفراش. وإنما مرادهم أن ينالوا درجات الشهداء كما نال المطعون مع موته على الفراش. يعني إيه؟ هم لما بيقولوا ده هم زينا ماتوا على الفرش، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا لو هياخدوا درجة الشهادة إحنا إيه؟ إحنا كمان، وهم إحنا زينا إيه؟ زينا زيهم. فهمتوها كده؟ مش موضوع إنهم لا دول ما يطلعوش لل لا هيطلعوا يبقوا شهداء، يبقى إحنا كمان إيه؟ لأن إحنا وهم متنا على الإيه؟ على الفرش. وإنما مرادهم أن ينالوا درجات الشهداء كما نال المطعون مع موته على الفراش. يقول: فمعنى قولهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا، أي فإن نالوا مع ذلك درجات الشهداء ينبغي أن ننالها أيضا. معنى قولهم ماتوا على فرشهم كما متنا، أي فإن نالوا مع ذلك درجات الشهداء ينبغي أن ننالها أيضا. وفي الحديثين من الفوائد أيضا فوق ما ذكرت حب الأخ الخير لأخيه المسلم وحرصه عليه. حب الأخ الخير لأخيه المسلم وحرصه عليه. وفيهما أيضا سعة رحمة الله، إذ رفع هؤلاء وأعطاهم درجة الشهداء. سعة رحمة الله تعالى، إذ رفع هؤلاء وأعطاهم درجة الشهداء. يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء، فيقال انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما كريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. وهذا فيه إثبات فضيلة الشهداء، فإن جراحهم تأتي يوم القيامة تسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفيه أيضا بيان ثواب من مات بالطاعون صابرا محتسبا، بيان ثواب من مات بالطاعون صابرا محتسبا، يعني يناله ثواب الشهادة يوم القيامة، أو ينال ثواب الشهادة يوم القيامة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون. قلت: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني. وفي رواية لأبي يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وخزة، يعني في وصف الطاعون، قال: وخزة تصيب أمتي من أعدائهم من الجن كغدة الإبل،
من أقام عليها كان مرابطا، ومن أصيب به كان شهيدا، ومن فر منه كان كالفار من الزحف. قال: ورواه البزار وعنده. قلت: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: يشبه الدمل، يخرج في الآباق في الآباط والمراق، وفيه تزكية أعمالهم، وهو لكل مسلم شهادة. وفيه تزكية أعمالهم وهو لكل مسلم شهادة. قال المملي رضي الله عنه، الأمين المملي المنذري، الإمام المنذري: أسانيد الكل حسان، أسانيد الكل حسان. الشيخ الألباني يقول: هو حسن بمجموع الطرق. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون: الفار منه كالفار من الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. هذه الأحاديث قد سبق شيء يوضح هذا المعنى في اللقاء السابق، فناء أمتي بالطعن والطاعون، وفي حديث: اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون، وكذلك بيان أن الطاعون وخز أعدائنا الجن، وبينا ذلك في اللقاء السابق، وذكرنا أنه لا تعارض بين أن يكون للمرض سبب ظاهر يشخصه ويبينه الأطباء، وبين أن يكون له سبب باطن لا نراه لا نعلمه، ولكن نوقن بوجوده بسبب هذه الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعارض بين ذلك. فحين تكون هذه الأعراض التي يذكرها أهل الطب يتزامن معها الوخز الذي يكون من الجن فيصاب الإنسان بهذا المرض، كما قال أيوب عليه السلام: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وكان الناس يرون المرض باديا وظاهرا عليه. وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة: ركضة من الشيطان. والأطباء يقولون: هو بعض النزيف وبعض العروق يحصل فيها نزيف ونحو ذلك، فلا مانع من اجتماع السببين، ولا يلزم من ذلك التلبس كما ذكرنا في اللقاء السابق. ولذا نريد مراجعة هذا المعنى في اللقاء السابق لأنه مهم. وذكرنا أيضا أن العلاج يجمع فيه بين العلاج الحسي والعلاج الشرعي كالرقية، يعني لا مانع من استعمال الأدوية التي صنعت للطواعين ونحوها، وكذلك استعمال الرقية الشرعية. هنا في حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون، وهذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يقع، فنحن نصدق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على ابتلاء هذه الأمة واصطفاء الله عز وجل لها. كذا كذا الناس هتموت، ففرق بين واحد يموت وياخد ثواب شهيد، واحد يموت وليس له هذا الثواب. فمن رحمة الله بهذه الأمة أن جعل لها هذا الفضل، ابتلاء هذه الأمة واصطفاء الله عز وجل لها. لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون. وفيه الحرص على طلب العلم. قلت: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ الحرص على طلب العلم، وأن يسأل الإنسان عما لا يعلمه، وكما يقال: السؤال نصف العلم. فقال: غدة كغدة البعير. هنا يبين ويصف هذا المرض كما كانوا يرونه، غدة كغدة البعير، يعني تخرج في جسد المريض هذه البثور أو الدمامل التي تخرج في بعض أجزاء الجسم كتحت الإبط وفي المراق. والمراق كما قال في تفسيرها بتشديد القاف: ما رق من أسفل البطن ولان، ما رق من أسفل البطن ولان. عندكم موجودة؟ ما رق من أسفل البطن ولان، اللي هي بالتعبير بتاعنا اللي هي الجزء اللي بين الفخذ والبطن. وصلت كده ولا مش مفهومه برضه؟ اللي هو فين؟
من الفخذ والبطن، حتى ملتقى الرجل مع الايه، ما تيجي ترفع رجلك كده الحته اللي هي الرجل بتقفل على البطن كده، هي دي بتبقى خفيفه كده، وصلت كده تفهم؟ اللي عند مش الركبه بقى، ايوه ملتقى الفخذ بالايه، باسفل البطن. تمام، ما رق من اسفل البطن ولان، ما بين الفخذ والبطن، يعني التقاء الفخذ بالبطن، الاماكن ديت الجلد بيبقى فيها ايه، رقيق، والابط كذلك. فتخرج لدى الانسان المطعون والعياذ بالله يعني شيء مثل الدمامل، وتشتد عليه حتى ربما اهلكته والعياذ بالله. قال: غدة كغدة البعير المقيم بها كالشهيد. يعني حين يبتلى ويصاب الإنسان بالطاعون فيقيم في مكانه صابرا محتسبا، لأنه ممنوع من الخروج من البلد التي بها الطاعون ومنهي عن ذلك، فإذا قام صابرا محتسبا فله أجر شهيد. طيب، وإن خرج؟ قال: والفار منها كالفار من الزحف. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على الحرمة. لماذا الحرمة؟ لأن الفرار من الزحف ليس كبيرة فقط، بل من السبع الموبقات، اجتنب السبع الموبقات، وذكر منها الايه، الفرار من الزحف. لذلك نقول الصابر على الطاعون له أجر شهيد، يعني إن مات به أو إيه، لو لم يمت كما ورد في الحديث الآخر المرابط، ها، ومن أقام عليها كان مرابطا، كان مرابطا، وكلاهما من يعني الدرجات العالية للعباد يوم القيامة. أيضا يحرم الخروج من البلد التي نزل بها الطاعون، وهذا فيه سبق الإسلام للمنظمات الصحية بمبدأ الحجر الصحي، يحرم الخروج من البلد التي نزل بها الطاعون، فلا أحد يخرج ولا أحد إيه؟ يدخل. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بمنزلة الفر من الزحف، والفرار من الزحف كما نعلم من الموبقات، بل من السبع الموبقات. هناك أصناف أخرى سيذكرها الإمام المنذري رحمه الله، ممن يلحقون بالشهداء أو لهم ثواب الشهادة، كالذي قتله بطنه، والذي قتل دون ماله ودون دمه ودون عرضه. وهل يستحب للإنسان أن يقاتل الذي اعتدى عليه وإن قتل، أم يسلمه ماله؟ هذه سنذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم، ونختم هذا الكتاب ونبدأ في كتاب جديد، وهو كتاب قراءة القرآن. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.